بحضور سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، نظمت الجامعة الخليجية احتفالا بمناسبة تدشين كلية الاتصال وتقنيات الإعلام وكلية القانون. نعم، يأتي استحداث هذه البرامج الأكاديمية لإيجاد مخرجات تعليمية متميزة تساهم في إثراء سوق العمل وتواكب متغيراته الحالية والمستقبلية. برامج أكاديمية متخصصة تم تدشينها اليوم في الجامعة الخليجية لتساهم في إعداد كوادر إعلامية وقانونية متميزة. نهني الجامعة الخليجية على هذا الإنجاز وجميع القائمين عليها لجهودهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين، وإحنا في مجلس التعليم العالي نشجع طبعا هذه المبادرة. ومثل ما انتم عارفين كلية الاتصال تقنيات الإعلام تعد الأولى من نوعها في البحرين، واحنا نتطلع إلى تخريج كوادر إعلامية بمهارات عالية تتواكب مع المتغيرات الإعلامية العالمية، وإن شاء الله أنهم يكتسبون هالمهارات وأنهم يقدرون يدخلون سوق العمل بكل تنافسية. يعني احنا شوفي بناء اي برنامج او اي كلية ينطلق اساسا من الرؤية الشاملة لمملكة البحرين والتوجهات الاقتصادية والتوجهات التعليمية التي تبناها مجلس التعليم العالي. من هذا المنطلق تم دراسة احتياج سوق العمل، وحقيقة ركزنا على كليتين اساسيتين الان، كلية هي كلية الاعلام او ما احنا سميناها كلية الاتصال وتقنيات الاعلام، المسمى الحقيقي للكلية تندرج تحتها برنامج ماجستير الإعلام وبكالوريوس الإعلام. كليات متخصصة تقدم برامج أكاديمية تواكب المتغيرات الحالية وتشجع على الابتكار في المجال التعليمي بما يحقق متطلبات سوق العمل البحريني. كلية الإعلام في ثوبها الجديد بيسمح بوجود برامج جديدة متخصصة، أهمها برنامج للتسويق الإلكتروني والرقمي، برنامج للأدفرتايزنج الإعلان، برنامج لإدارة السوشيال ميديا والكونتنت كرييشن إبداع المحتوى. وبالتالي وجود الكلية بيسمح بوجود تخصصات متعددة على مرحلة البكالوريوس أو على مرحلة الماجستير. جاء هذا البرنامج حقيقة بثلاث مسارات تخدم سوق العمل الذي يشهد تسارع كبير في التغييرات. هذه المسارات هي القانون وتكنولوجيا المعلومات، القانون والأعمال، وكذلك القانون والقطاع العقاري. استحداث كليات متخصصة في برامج أكاديمية معينة ستسهم في إثراء سوق العمل بكوادر تمتلك معرفة دقيقة في تخصصها، ما يجعلها قادرة على مواكبة المستقبل بكافة متغيراته. يأتي إنشاء كليات متخصصة في برامج أكاديمية محددة ليثري سوق العمل ويمده بمخرجات متميزة تمتلك خبرات متنوعة، خصوصا وإن وجود هذه الكليات سيساهم في إعداد طلبة قادرين على حمل المسؤولية في المجتمع البحريني بمهنية واحترافية عالية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.